السلام عليكم. بين فترة وأخرى تدرج وزارة الخزانة الأمريكية وبعض الهيئات الأمريكية الأخرى الأمنية والعسكرية قوائم يتم إطلاق توصيفات عليها، من بينها داعمي الإرهاب أو التورط بأعمال إرهابية والعديد من التوصيفات. غير أن اللافت في الأمر الافتقار للمعايير الشفافة التي يتم على أساسها وضع تلك القوائم، وكذا توقيت إعلانها والذي يرتبط في الغالب بملابسات أغلبها سياسية. أسماء الشخصيات اليمنية التي تم إدراجها في تلك القوائم مؤخرا لا تشتغل في الظل والعمل السري الإرهابي لتنظيم القاعدة المرفوض بالإجماع المحلي والإقليمي والدولي، لكنها طالت شخصيات تعمل في العلن ولها حضور سياسي ونشاط سياسي معروف. القرارات لاقت اعتراضات واسعة، من بينها ما أشار إليه بعض المتابعين عن تحليل مصدر تلك المعلومات. إذا كانت رفعت من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب، فإن المشمولين بالقرارات السابقة واللاحقة هم في خصومة مع طرف الانقلاب ولا يعتد بكل ما يقدمونه من معلومات. كما أن اتهام أحد أبرز قادة المقاومة اليمنية بالإرهاب يعد اتهاما غير مباشر لوزارة الدفاع اليمنية الشرعية، وهو ما يعني بأن هذا القرار باطل، كون وزارة الدفاع اليمنية الشرعية باشرت عمليات نوعية واستباقية في مكافحة الإرهاب وبتعاون مشترك مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية وتحت إشرافها. مشاهدينا الكرام، على خلفية إدراج الخزانة الأمريكية أسماء شخصيات يمنية في قائمة الإرهاب، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة التي نناقش فيها استهداف وزارة الخزانة الأمريكية لقيادة من المقاومة، وهذه ليست المرة الأولى. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. هذا المنزل المدمر يعود إلى قائد المقاومة في محافظة الجوف الشيخ حسن أبكر، الذي صنفته الخزانة الأمريكية إلى جانب الشيخ عبد الله فيصل صادق الأهدل ومنظمة رحماء ضمن الممولين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. سلوك نظر إليه طيف واسع من أبناء اليمن على أنه استهداف ممنهج للمناهضي الانقلاب والمقاتلين في صفوف الشرعية والمساندين للنظام الانتقالي في البلاد، وقرار صادم بكل المقاييس يعيد إلى الأذهان سلسلة الإجراءات المدانة التي اتخذت من قبل الخزانة الأمريكية من قبل بحق شخصيتين يمنيتين معروفتين هما الدكتور عبد الوهاب الحميقاني أمين عام اتحاد الرشاد ونايف القيسي محافظ البيضاء. قبل عام ونصف دمر الحوثيون وقوات المخلوع صالح منزل الشيخ أبكر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وقتلوا نجلي شقيقه، حينها كان شريك الانقلاب قد بدأ معركة الاستيلاء على الدولة، وهي المعركة التي انتهت بسقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014. هذا العمل الإرهابي تغاضت عنه الإدارة الأمريكية، بل دعمته وشجعته ولا تزال تقدم الإسناد السياسي المفضوح للحوثيين، وكان آخر مظاهر هذا الدعم مبادرة كيري الأخيرة التي وضعت الحوثيين في مقابل التحالف العربي وأقصت تماما الحكومة الشرعية للبلاد. لا حدود واضحة للمعايير الأمريكية في تصنيف ما هو إرهابي وما هو غير إرهابي، ولا توجد أرضية مشتركة تجمع أمريكا ببقية دول العالم يمكن على أساسها التفاهم حول معنى متفق عليه للإرهاب. تنال المقاومة الشعبية للعدوان الإرهابي الميليشياوي المدعوم من إيران عقابا لا تستحقه، على الرغم من أنها تعمل تحت سقف الدولة والنظام والقانون، وتواجه الإرهاب الذي يروع المدنيين ويقتلهم ويجرف كل مظاهر الحياة. لكن أمريكا لا ترى في كل هذه الجرائم إرهابا، لأن الضحية ليس أمريكيا، هكذا بكل بساطة. أخيرا أدعو أهل الجوف إلى ترسيخ وجود الدولة ومساعدة السلطات الشرعية والجيش الوطني على استتباب الأمن والأمان وتغليب المصلحات العامة وحشد الجهد والطاقات من أجل نماء وازدهار محافظة الجوف. لن يكون الحسن أبكر المكلوم بفقدان أقاربه هو الضحية الأخيرة، فالقائمة مفتوحة على كل الاحتمالات الأمريكية السيئة. والسؤال هو، ما الذي يتعين على الدبلوماسية اليمنية أن تفعله بإزاء هذه التجاوزات البعيدة عن كل الأعراف التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق المواطنين اليمنيين؟ إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الأستاذ محمد. بداية، على خلفية إدراج أمريكا شخصيات يمنية وقيادات بارزة في قائمة الإرهاب، ما هي قراءتك الإجمالية لمثل هذه الخطوة؟ تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. أولا، من الواضح
أولا يجب أن نشير إلى أن الخزانة الأمريكية هي وزارة المالية الأمريكية. نعم. ووزير الخزانة الأمريكية هو عضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو يأتي في الترتيب الخامس في خط الخلافة الرئاسية، يعني منصب إداري رفيع في الحكومة الأمريكية. ما يتعلق بقرارات الصادرة عن الخزانة الأمريكية، في الحقيقة أولا هي جزء من سياسات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة تحت وطأة هواجس الخوف من الإرهاب بعد أحداث 11 من سبتمبر. هذه السياسات بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية في سن مجموعة كبيرة من القوانين، هذه القوانين لا زالت تثير جدلا واسعا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى انتقادات واسعة لأنها تنتهك الكثير من مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال مثلا قانون الأدلة السرية الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في اتهاماتها بحق بعض الأشخاص أو المتهمين أو من تصفهم بالإرهابيين أو ممولي الإرهاب. بالنسبة لقرارات الخزانة الأمريكية هي في الحقيقة تستند إلى معلومات وتقارير أولا مجهولة المصدر، وهي في الحقيقة قرارات أحادية الجانب وليست صادرة عن هيئة قضائية أقصد، وبالتالي حتى مسألة الطعن في هذه القرارات بحسب المحامين الأمريكيين لا يصح تقديم طعن بهذه القرارات إلا أمام وزارة المالية نفسها، الخزانة الأمريكية نفسها. وبالتالي من هنا واضح أولا أنها قرارات إدارية تفتقد إلى الصيغة قانونية أو قضائية، وفي نفس الوقت أيضا تبدو بدون أي يعني إجراءات معروفة بحيث يتمكن الضحايا من الطعن في هذه الإجراءات أو معرفة هذه الحيثيات. في نفس الوقت أيضا تستند إلى معايير مجهولة لا تختلف أيضا عن المعايير أو الأدلة السرية التي عرفت بها السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. إذن من ناحية هي تستند أساسا إلى منطق القوة والغطرسة الأمريكية فقط لا غير، وتفتقد إلى أي معايير قانونية، هذا بالنسبة لقرارات الخزانة الأمريكية. مسألة توقيت هذه القرارات خصوصا في الشأن اليمني يثير العديد. خاصة يعني هناك يعني من يتساءل لماذا هذه القرارات في هذه الفترة، خاصة يعني لو قمنا بربط الأحداث فيما يدور في بلادنا. طبعا أود أشير أيضا إلى أن هذه القرارات هي نافذة فقط في إطار الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني سواء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية أو الأشخاص يعني وبالتالي تحظر على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية التعامل المالي مع الأشخاص المدرجين في قوائم الخزانة الأمريكية، أو أيضا تحظر أي عمليات يعني مالية مع هؤلاء الأشخاص وتعمل على تجميد أرصدتهم إذا كان لهم أرصدة في حدود الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ألا يؤثر ذلك على بقية يعني مسار حياة هؤلاء الأشخاص؟ مثلا الاتحاد الأوروبي معروف أنه يتأثر يعني بمثل هذه القرارات. هناك أيضا من مجرد أن يقول أنهم أدرجوا ضمن قائمة الإرهاب لا يتساءل هل هو الخزانة أم وزارة العدل الأمريكية. فبالتالي هنا إشكالية كبيرة، يعني هناك خلط أحيانا حتى بين القوائم السوداء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وهذه أيضا يعني لها إشكاليات كثيرة، ولكن وخلط أيضا بين القرارات الصادرة عن الخزانة. لنطلع عليها هذه النقاط بشكل أوسع، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن من نيويورك. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور يا مرحبا. نعم دكتور أحمد، يعني قرارات الخزانة الأمريكية لإدراج شخصيات يمنية في قائمة الإرهاب بعضها منخرطة في المقاومة، بداية قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع يعني نود منك شرح مبسط للسادة المشاهدين، كنت أتحدث أنا وضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي عن الفروقات بين يعني أن يأتي قرار من الخزانة المالية أو من وزارة العدل أو من البنتاغون، ما هي الفروق التي يمكن يعني للسامع أن يستوضح حين يسمع باسم شخص أنه أدرج ضمن قائمة الإرهاب في جهة من الجهات المذكورة؟ عادة هناك جهاز خاص في وزارة الخزانة اسمه الأوفاك، هو
معني بتتبع يعني يستند على معلومات استخباراتية بشكل رئيسي، ويعنى بكل القضايا ذات العلاقة سواء انخراط مواطني الدول بعمليات إرهاب أو في عمليات غسيل أموال أو يعني أي عمليات غير مشروعة. هناك جهاز خاص يعني بالتنسيق مع الجهات الأمنية يقوم بهذا الأمر، ويتخذ هذا النوع من الإجراءات ضد كثير من المواطنين، يعني يمكن سواء يعني مواطنين يمنيين، ولحد يعني خلال الفترة الماضية شملت أكثر من شخصية يعني كانت ابتدأت بالأستاذ الوهاب الحميقاني، وفي حينها كان عضو مؤتمر الحوار الوطني أثناء انخراطه ومشاركته في المؤتمر الوطني، ثم لاحقا شخصيات أخرى، وأخيرا يعني بشخصية بحجم الأستاذ الحسن أبكر والأهدل وغيرها من الجمعيات. ونعتقد نحن طبعا هذا الأمر يعني يتم بناء على معلومات استخباراتية داخلية خاصة بالإدارة الأمريكية، لكن عادة ما نتواصل مع يعني في الحالات المماثلة يعني يكون في هناك استفسار من الحكومة اليمنية، ونبلغ وزارة الخزانة يعني آخرتها موضوع شركة العمقي كذلك للصرافة التي قالتها نفس القرار. الجانب الأمريكي هنا يعتبر هذا القرار يعني يعتبر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر يعني كلاسيفايد، يعني معلومات مصنفة وبالتالي لا يتم مشاركتها مع أي طرف، لكن عادة إذا ما كان في هناك استفسار يردوا عليه. نحن طبعا استفسرنا يعني باتجاه شخصيات سابقة، مع الأسف للحظة لم نحصل على أي توضيح بشأنهم. بالتأكيد أنا مدرك أنه يعني إدراك يعني حسن أبكر يعني وهو أحد أهم شخصيات المقاومة للتمدد الحوثي للإنقلاب، وشخص قدم الكثير من التضحيات في هذه المسيرة، يعني لقى انتعاض كبير جدا لدى شريحة واسعة من شعبنا، وكذلك رسميا أعتقد حظى بنفس الانتعاض. نحن بدورنا حريصين على أن يعني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية أنه يتم مخاطبة الجهات الأمريكية للتعاطي مع هذا الأمر بالمسؤولية، و التأكد أن المعلومات التي استند عليها هذا القرار تحمل من الموثوقية والاعتمادية ما يمكن الاعتماد عليها. نعم، في ظل يعني سرية المعلومات الدكتور أحمد، يعني ما الذي يمكن أن يعني أن يقوم به الدور الدبلوماسي في هذا الجانب؟ يعني هل يمكن إخراج أسماءه من القائمة؟ هناك من يقول أنه من السهل جدا أن ينضم أي اسم في قائمة الإرهاب، ولكن من الصعب جدا محو هذا الاسم. بالتأكيد من التجارب السابقة يعني هناك إجراءات كبيرة في هذا الأمر. هنا أولا في شق قانوني يرتبط بالفرد ذاته، يعني حق لكل شخص أن 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 يعني يوكل محامي أو يكلف جمعية حقوقية تتولى يعني التعاطي مع هذا الأمر، وأنا أعرف أن بعض الأخوة قاموا بهذا الأمر. فهناك شق متعلق بالشخص نفسه بإمكانه أن يعني يعترض على هذا القرار، وهناك شق متعلق بأن الحكومة اليمنية كالدولة إذا اعتقدت أنه هذا أحد مواطنيها، لأنه ما هي انعكاسات هذا القرار مثلا في تعاطي الدولة مع هذا المواطن فيما يتعلق بأصوله المالية؟ يعني أنا متأكد أن الشخص مثل حسن أبكر يعني لا يملك حسابات خارجية يعني في 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 الخارج، بالتالي حجم التأثير على هكذا نوع من القرارات ما يعني لن يكون كبيرا. نعم، لكن عند هذه النقطة اسمح لي دكتور أحمد، يعني أنا أعود إليك إلى السؤال السابق. أنت قلت يعني ربما هو لا يملك أرصدة كثيرة أو لا يملك أرصدة ربما بالمرة، يعني حتى لن يتأثر كثيرا بمثل هذا القرار، ولكن عامة الناس هناك أيضا من مجرد أن يقال أن هذا الاسم دخل في قائمة الإرهاب لا يفرق تماما، يعني ما هي العقوبات التي تطال هذا الشخص إن صدر القرار من خزانة يعني الأمريكية أو من وزارة العدل أو من المنتكم؟ فما هي الفروق التي يمكن يعني أو ما هي يعني العقوبات التي تطال الشخص الذي ينضم لقائمة الإرهاب في إذا اختلفت الجهة؟ لا، بالتأكيد أنه هذا يعني بحد ذاته وجوده هو محاولة يعني شكل من أشكال الاغتيال المعنوي، خاصة لما يعني يكون شخص في نظر مواطنيها بطل مقاوم، يعني بالتأكيد أن هذه يعني مسألة يفترض عدم القبول بها ومواجهتها.
لكن يعني مستوى انا قلت لك انه ما يصدر عن 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 وزاره الخزانه يكون له علاقه بالنشاط المالي، يعني عاده ما يكون في هذا الشان. يعني هناك استثناءات خاصه عاده تكون يكون يصدر يعني قرار من رئيس الجمهوريه احيانا في بعض الاسماء التي تكون باستثناء من 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 قانون وزاره الخزانه، لكن يعني في الفتره الماضيه ما 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 درج في هذا الامر السنادل المختصين الذين استفسرت عنهم ان وزاره الخزانه الماليه وتحديدا جهاز الاوفاق فيها هو من يقوم بهذه القضايا فيما يتعلق من يثبت ان لديه انشطه ماليه لها علاقه بشكل او باخر بانشطه داعمه للارهاب وفقا للتوصيف والتعريف الامريكي. نعم، سؤال أخير سيادة السفير، يعني هل تلقت السفارة اليمنية في واشنطن أي إخطار أو إشعار أو وثائق بخصوص تلك القرارات التي تم صدورها، وهل تم إبلاغ الحكومة بها؟ مطلقا ليس في هذه الحالة وليس في حالات سابقة مطلقا. ما يحدث أنه يعني نحن من خلال متابعتنا مجرد إدراجهم يعني لدينا اشتراك في مواقع محددة إخبارية في كل ما يتعلق بالحكومة الأمريكية فيصلنا الخبر، لكن أن يصل أو يتم استفسار أو يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية من خلال السفارة مطلقا هذا الأمر لا يتم، لكن نحن لاحقا بعد أن يصدر هذا الأمر عادة ما 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 ما, 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 ما نرسل ذكرى استفسارية واستضاحية عن 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 أسباب إدراج أحد المواطنين الجمهورية اليمنية في هذه القضية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سعادة السفير دكتور أحمد عوض بن مبارك سفيرنا لدى واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ محمد، كما استمعت للدكتور أحمد معلومات سرية وصنفها بأنها معلومات مصنفة لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، تحاول الدبلوماسية اليمنية بالاستفسار ولكن ربما لا إجابة، كيف تعلق على هذه النقاط؟ يعني بالفعل كما أشرت في بداية الحديث، ولكن أعجبني توصيف جيد للدكتور سعادة السفير أنه قال أن هذه الاتهامات هي اغتيال يعني للشخصيات، وهذا بالفعل ما يحصل. يعني حتى لو كان تأثير هذه الاتهامات محدود في بداية الأمر، ولكن هو في حد ذاته اغتيال سياسي مبكر، خصوصا عندما ننظر إلى مسألة التصعيد لهذه القرارات، إذا ما تم التصعيد هذه القرارات لتقديمها من قبل الحكومة الأمريكية إلى مجلس الأمن وبالتالي إدراجها ضمن القائمة السوداء لمجلس الأمن، سيكون بالتأكيد الضرر أكبر بحق هؤلاء الأشخاص. على مدى 15 سنة أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية مئات الأشخاص ربما في قوائم الخزانة الأمريكية أو قوائمها المختلفة، ولكن كان هؤلاء الأشخاص نجحوا بعضهم على الأقل في رفع اسمه من هذه القوائم، لكن بعد أن تضررت مصالحهم واغتيلوا يعني سياسيا وتضرروا إلى حد كبير، وبالتالي يعني هنا علامات استفهام كثيرة أساسا حول تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع الحرب على الإرهاب. يعني على مدى العقدين من الزمن حتى الآن أثبتت فشلا ذريعا في هذا الملف عندما عملت على عسكرة علاقتها مع العالم، يعني بوسع الولايات المتحدة. بالنسبة لي أنا يعني على الأقل كمواطن يمني تضرر أيضا من أحداث إرهاب أيا كان مجموعات مسلحة بما فيه أكبر إرهاب تمارسه اليوم ميليشيات الحوثيين الإنقلابية في اليمن، يعني أتفهم حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على أمنها ومصالحها وأمن مواطنيها، لكن في الواقع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع أي اعتبار أساسا للمجتمعات الأخرى. نعم، وكأن الإرهاب يعني فقط من يمس. نعم، هي يعني بوسع الولايات فقط المتحدة الأمريكية بموجب منطقها القائم على من ليس معنا فهو ضدنا أن تتهم ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضية أساسا بالإرهاب، والمعايير المصنفة والمعلومات بالضبط معلومات سرية وقوانين عملت على يعني نسب كثير من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لم يعد للأسف للولايات المتحدة الأمريكية. هي عملت أيضا أحيانا في توقيت إصدار هذه القرارات على يعني على كبح جماح المجتمعات، المجتمع اليمني على سبيل المثال بالقرارات التي طالت بعض رموزه في المقاومة،
يعني كبحت جماح اليمنيين وطموحاتهم نحو التغيير السلمي والنضال من أجل الحقوق ودولة القانون. أتذكر أساساً أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة فيما يتعلق بملف الحرب على الإرهاب طغت كثيراً وأعمت بصيرة الولايات المتحدة الأمريكية في النظر إلى المشكلات الكبيرة والعميقة داخل المجتمعات، وأصبحت هي الهاجس الذي يتحكم بالسياسات الأمريكية تجاه الأشخاص والأفراد والدول. فعندما انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن سياسة القتل المستهدف بالطائرات بدون طيار ساهمت في تقويض سلطة القانون في اليمن بشكل كبير، وعملت على زعزعت ثقة المجتمعات اليمنية بالسلطة الرسمية، بينما كان بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم الكثير من الدعم لأجهزة الدولة لتقوم بمهامها في ضبط الأشخاص المتورطين بجرائم تمس المجتمع أو أمن الدولة وتعزيز قدرات هذه الأجهزة الأمنية، لكنها للأسف يعني حتى مسألة التدريب والدعم للأجهزة الأمنية اليوم نشاهد بوضوح أن هذه الأجهزة الأمنية تحولت إلى أدوات قمع وسلمت لميليشيا أيضا إرهابية فاشية تمارس انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وعملت على تقويض الدولة في اليمن والسلم الدولي، وصارت تشكل خطر واضح، أقصد جماعة الحوثيين، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل واضح. إذن الإشكالية في مسألة يعني القرارات الصادرة عن الخزانة الأمريكية ليس بحد ذاتها، وإن كان محدودها يعني تأثيرها محدود على الأقل في هذا الوقت أو في توقيت إعلانها، ولكن المشكلة أولا في التصعيد هذه القرارات، أيضا المشكلة في تأثيراتها على المستوى سمعة الأشخاص واغتيالهم سياسيا. إذا اسمح لنا انضم إلينا أيضا الأستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور العافية. أهلا بك معنا أستاذ علي، ونود منك أن تحدثنا من الناحية القانونية حول قرارات إدراج شخصيات يمنية في قائمة الإرهاب بهذا الشكل. بلا شك أنه من بعد أحداث 11 يناير الأمريكان انتهجوا نهج آخر فيما يخص 11 سبتمبر تقصد. إن كان 11 سبتمبر انتهجوا نهج آخر فيما يخص مسألة الحريات، وإن كانوا من قبل كان يوصف البلد بأنه بلد الحريات، لكن ما نراه أو ما نشاهده بعد أحداث 11 سبتمبر انعكس على السياسة الأمريكية ومنها أيضا ما يسمى بقوانين الإرهاب. قوانين الإرهاب قوانين هلامية، قوانين غير محددة وغير واضحة المعالم، ولم يتم الاتفاق إلى اللحظة على تعريف مفهوم الإرهاب كمفهوم أو كوصف قانوني محدد، إنما هناك اجتهادات أو معاني فضفاضة بإمكان الدول والأشخاص استغلاله ضد أشخاص آخرين. نعم أستاذ علي. ألو. نعم نسمعك جيدا، تفضل. وبالتالي ما يجعلنا نناقش مسألة القرارات التي تصدر من الخزانة الأمريكية، وهي أيضا هذه الخزانة بمثابة وزارة مالية في حتى يتضح للآخرين. نعم. مصدر هذه القرارات. تسمعني أستاذ علي؟ ألو. نعم نسمعك جيدا، تفضل. لا هناك تشويش على المكالمة. الخزانة الأمريكية المعنية بالأمور النقدية والتمويل وكذلك بعض قضايا الدفاع والأمن القومي، نحن اليوم نرى إدراج أشخاص دون أن تكون هناك أي محاكمات، دون أن توجه إليهم بأي تهم واضحة، دون أن يكون هناك أي انتهاز لأمر قانوني. كل ما يحدث هناك هو مخالفة للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي، سواء ما حدث في إدراج أشخاص في اليمن كان بالإمكان تقديم الأدلة إلى الحكومات وبالتالي تتصرف الحكومات وفقا لهذه الأدلة أمام القضاء المحلي. نحن نرى تصرفات غير قانونية وخارجة عن القانون، تصرفات فردية، وهي أيضا ما نراه أيضا في فيما يسمى بالحرب على الإرهاب.
أنا ضد الإرهاب، ضد تنظيم القاعدة، ضد كذلك، لكني مع أن يكون لهؤلاء حقهم في محاكمة عادلة، ألا توصف أي لا يوصف شخص بتهمة الإرهاب جزافا دون أن يوجه إلى هذا الشخص اتهام صريح وواضح، وتقدم أدلة تجرم هذا الشخص حتى يتم التعامل معه على أساس أنه قائد أو على أساس أنه إرهابي. نعم أستاذ علي، يعني كيف يتم التواصل أو الاعتراض قانونيا إزاء مثل هذه القرارات؟ يعني ما الذي ينبغي على الدبلوماسية اليمنية عمله إزاء هذه القرارات؟ اولا القرار هو منحصر على الحكومه الامريكيه، يعني فيما يخص مثل هذه القرارات هي لا تشمل كل الدول لانه يعتبر قرار داخلي امريكي. بمعنى انه لا يتم التعامل مع هؤلاء الاشخاص ماليا او بما يخص الامريكان فقط، يعني اي امريكي لا يحق له التعامل امام مؤسسات وصفت بمساله الارهاب، لا يتم التعامل معها ماليا او لا يتم اي شخص من الامريكان، لكن بقيه الدول ليس ملزمه لهم هذه القرارات. هي اولا واخيرا يمكن ان بحكم الاله الامريكيه والهيمنه الامريكيه تشويه صوره هؤلاء الاشخاص عالميا واعلاميا، وايضا ابتزاز الدول بمثل هكذا خطوات. نحن نرى انه على اي دوله يوصف اشخاصها بمثل هذه الاشخاص أن يطالبوا بأدلة، لأنه قد رأينا سابقا أخطأت هناك قرارات وكانت أيضا خاطئة، مثل قرار مثلا محمد المؤيد وتم محاكمته في أمريكا وتبين فيما بعد أنه كان ضحية لأحد العملاء، يعني أحد العملاء في أحد العملاء الذين نقلوا معلومات غير صحيحة، وبالتالي ترتب على ذلك الشخص توصيف قانوني غير سليم، وهو ايضا ما انصفه القضاء الامريكي اخيرا. يعني نعم، اذا استاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. اسمح لنا استاذ محمد انت والساده المشاهدين ان نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، ما هو الدور المطلوب من الحكومة اليمنية الآن قانونيا وسياسيا؟ خاصة يعني اسمح لي عند هذه النقطة الملاحظة، يعني هؤلاء بغض النظر أنهم يعني قادة مقاومة، يعني حسن أبكر محافظ الجوف، الحميقاني أو نايف القيسي كان محافظ محافظة البيضاء، يعني هناك تهمة لحكومات عين يعني مشتبه بهم بهذا الشكل، يعني هو يضع دائرة الحكومة كامل في محط شبهة. يعني في الحقيقة هو ليس فقط اغتيال لهؤلاء الأشخاص بحد ذاتهم، ولكنهم أيضا اغتيال سياسي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بالنسبة لهذه القرارات. ولكن نلاحظ أولا طبعا من واجب الحكومة اليمنية الشرعية أن تتبنى الدفاع عن مواطنيها بكل الوسائل المتاحة قانونا، يعني إما بتوكيل محامين في الولايات المتحدة الأمريكية أو مخاطبة الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأجزم أن معظم هؤلاء الأشخاص الذين أدرجت أسمائهم في قائمة الخزانة الأمريكية لديهم الاستعداد الكامل للمثول أمام هيئة قضائية نزيهة ومستقلة للدفاع عن أنفسهم. ولكن أعود للتذكير مرة أخرى أن السياسات الأمريكية أساسا منذ أحداث 11 من سبتمبر عمدت على سن قوانين وتشريعات تلتف على مبادئ القانون وقواعد القانون الدولي الإنساني القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي هي ذهبت إلى اتباع خطوات إجرائية إدارية بعيدا عن المؤسسات القضائية الأمريكية. يعني عندما ذهبت إلى الخزانة الأمريكية لاستصدار قرارات أو لإنشاء يعني هيئات ومكاتب تابعة للخزانة الأمريكية تتولى مسألة إصدار اتهامات بحق الأشخاص دون العودة إلى المؤسسات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو محاولة للهروب أساسا من العدالة الأمريكية بحيث يتم تسييس هذه القرارات وفقا للمزاج العام للمزاج المسيطر على الحكومة الأمريكية. أتذكر في السياق هذا أيضا أن الحكومة اليمنية أساسا
معنية بالدفاع عن مواطنيها، لأنه في كل مرة يكون اليمنيون قد أحرزوا خطوات متقدمة على صعيد التحول الديمقراطي في اليمن والعمل المدني وتشجيع الجماعات والكيانات والأحزاب على الانخراط في العملية السياسية. تأتي قرارات الخزانة الأمريكية لتمثل حجر عثرة كبيرة أمام هذه الخطوات. يعني في السابق عندما تقدم حزب الرشاد اليمني يعني وأمينه العام عبد الوهاب الحميقاني برؤى خلاقة في مؤتمر الحوار الوطني شهد لها الجميع بما فيهم حتى خصوم سياسيين، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان عن إدراج اسمه في قوائم الخزانة الأمريكية. وبالمناسبة الحميقاني أيضا اتخذ إجراءات جيدة في هذا السياق، يعني بالنسبة للدفاع عن أيضا الحكومة اليمنية سارعت إلى إنكار هذه التهم، وطالبت الحكومة الأمريكية بتقديم أي أدلة إذا ثبت لديها أدلة في هذا السياق. أيضا اليوم عندما تقوم يعني تحرز الحكومة الشرعية انتصارات عسكرية على الأرض لبسط سيطرتها واستعادة الدولة المختطفة من طرف ميليشيات مسلحة، وترفض خارطة كيري أيضا لأنها تضمنت التفافا على المرجعيات المتفق عليها، مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، القرارات الأممية، سارعت الخزانة الأمريكية إلى الإعلان عن قرار جديد يتهم هذه المرة أيضا بعض رموز المحسوبين على الحكومة الشرعية. في السابق أيضا وقبل هذه القرارات الاتهامات بحق محافظ البيضاء في ظل الانتصارات أيضا التي أحرزتها قوات الجيش الوطني في البيضاء ضد ميليشيات الحوثيين، سارعت الخزانة الأمريكية إلى اتهام نايف القيسي ب يعني تمويل الإرهاب أو ما أشبه ذلك. إذن أولا هذه القرارات الأحادية، هناك من يقول أستاذ محمد يعني أن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستقي معلوماتها بصدد الإرهاب من يعني الانقلاب الموجود ويعني مجلس السياسي في الأمن المركزي في اليمن الذي يعني هو الآن بيد الانقلاب، هل يعقل أن يحصل ذلك؟ يبدو بالفعل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على معلومات مضللة من أطراف هي أساساً خصوم سياسيين للحكومة الشرعية، وبالتالي كان هناك قبل أيام نتذكر وسائل الإعلام يعني نشرت تسريبات نشرتها ويكليكس عن خلية حوثية لمجموعة من القيادات المحسوبة على الحوثيين هي التي تقدم تقارير إلى السفارة الأمريكية، تقارير استخباراتية تتهم هذه التقارير المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مأرب وقيادة الجيش الوطني بالتستر أو على علاقة بتنظيم القاعدة، يعني وبالتالي ستكون فضيحة مدوية بالفعل إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستند في هذه المعلومات وهذه الحيثيات على أولا خصم سياسي وعلى ميليشيات أساسا صدر بحقها قرارات أممية، وهذه الميليشيات تفتقد للمصداقية الكبيرة، يعني تفتقد لأدنى حد من المصداقية في ظل الصراع أو النزاع القائم في اليمن. أود أن أشير أيضا في هذا السياق إلى أنه الغريب في هذه القرارات الصادرة عن الخزانة الأمريكية طيلة السنوات الأخيرة يعني طالت شخصيات وهيئات يعني سواء أفراد أو هيئات كان لها دور بارز في مناهضة الاستبداد وفي يعني في المنطقة العربية تحديدا، يعني سواء استبداد الحكومات الدكتاتورية أو لديها مواقف مناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تبدو هذه القرارات يعني أشبه ما تكون بردات فعل انتقامية، يعني لا يقدر بدولة كالولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل على الأقل فيما تدعي من حماية حقوق الإنسان والحريات يعني وتعزيز الأدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تتخذ هذا الطريق أو أن تتصرف على أساس ردة فعل لمواقف مناهضة لسياساتها في المنطقة العربية أو
تضر بأدواتها التي من خلالها تنفذ إلى حماية مصالحها في المجتمعات. نعم. سمح لنا أستاذ محمد أن ينضم إلينا الباحث والأكاديمي دكتور باسم المدحجي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دكتور باسم. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا دكتور. يعني تحدثت في كتابات لك في معرض رد على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، حدثنا عن ذلك. في الحقيقة أنا سعدت بالسماع لسفير اليمن في واشنطن بمداخلته الأخيرة، وكذلك في ضيفي في الاستوديو، كذلك لملاحظات الخبير في القانون الدولي. لكن هناك نقطة جوهرية لم ينتبه لها أحد، وهو الخطاب الذي سيكون من جانب اليمني. نحن ممثلين بالرئاسة ووزارة الدفاع في التخاطب مع الجانب الأمريكي، وهو ما هو السجل الإجرامي للمشمولين بالقرار. في الحقيقة لا يوجد أي سجل إجرامي بمعنى كريمنال ريكورد، ولا يوجد أي باك جراوند، يعني خلفية فيما يتعلق أو مشمول به هذا الذين ضمن طائرة العقوبات. وبالتالي فهذا خطأ جسيم من الجانب الأمريكي. نعم. خطأ جسيم من الجانب الأمريكي عندما شخص لا يكون له أي سجل إجرامي وليس له خلفية إجرامية وتشمله بالقرار. أنا عندي قاسم الريمي في تنظيم القاعدة، كان في الحرس الجمهوري ذو سجل إجرامي. حسن المرسي اللي هو يعتبر حوثي وذهب إلى الحدود قدم بيعة جهادية له سجل إجرامي. كذلك يحيى صالح ذو سجل إجرامي لأنه كان له ثقنة عسكرية في خط الحوثي في عدن، منها تنطلق ما يسمى في القاعدة الكاذبة حتى يقوم بأعمال إرهابية في الحوطة في لحد ومناطق متعددة. إذا السجل الإجرامي الذي يطالب به السفير أحمد عوض مبارك أن يواجه كلهم السجل الإجرامي للمشمولين بالقرار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجهة التي أصدرت القرار هي جهة مدنية ثم الخزانة الأمريكية. بناء ماذا؟ هل بناء حكم قضائي من وزارة العدل الأمريكية؟ إذا كان حكم قضائي فالحكم القضائي سيكون بناء حيثيات. نعم. والحيثيات لأنها جزائية سيكون بناء قرار نيابة. قرار النيابة يكون في هناك أدلة. كذلك سيكون نابع من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية. مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يستند إلى محاضر استدلالات وأدلة. طالما هذا غير موجود، إذا هنا لا توجد جريمة أساسا، وبالتالي يعد اتهام باطل لمواطن يمني تم تجاوز فيه الجهة المسؤولة عنه اللي هي الشرعية المسؤولة بعبد ربه منصور هادي. نعم. ولكن حين طلبوا بمثل هذه الحيثيات دكتور، يعني تم رفض ذلك وقيل بأنها معلومات مصنفة لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، فبالتالي كيف يمكن أن طالما نعم. يدعوا أنها معلومات مصنفة فنحن نعدها أنها من طرف الانقلاب، وبالتالي طرف الانقلاب هو يعد خصم، وخصم غير ذو صفة، والجهة التي أصدرت القرار هي الخزانة الأمريكية وغير ذو صفة، وبالتالي التهمة منفية. تعتبر هذه دعوة كيدية مبنية تضليل، مبنية على اسم تضليل للإدارة الأمريكية أو تضليل للقضاء أو تضليل للعدالة، وبالتالي نعم. هل يمكن إذن استغلال هذه النقطة أو هذه الثغرة للمطالبة بإسقاط أسماء من أدرجوا بهذا الشكل؟ سيدتي التهمة هي الآن سقطت بالفعل. لماذا؟ لأن الجهة اللي أصدرت القرار غير ذو صفة، تمام، وتجاوزت الجهة المسؤولة عن المواطن اليمني اللي هي الشرعية أساسا، لأن أنت لا تتخاطب مع الشرعية، لأن الجهة الشرعية لو وصلها طلب أو اتهامات أو أدلة سيتم التحفظ على المتهمين ويتم محاكمتهم ويصدر عقوبة ضدهم كونهم مواطنين يمنيين. لكن ما حدث هذا هو أساسا لأن أمريكا هي معترفة بالشرعية عبر مجلس الأمن وفي القرارات الدولية اللي صدرت في مجلس الأمن، وبالتالي هذا القرار عبارة تجاوز الشرعية. تجاوز الشرعية معناته إسقطتهم أساسا، يعني ما بني باطل فأساسه يعني كله باطل في باطل في نهاية الأمر. نعم. يعني نحن نعدها باطل في باطل، لكن بالنسبة لهم متى ستعد أنها أسقطت التهمة؟ ألا يا سيدتي، إذا كان هم الإرهاب في نظرهم، يعني الإرهاب ما هو الإرهاب أساسا، الإرهاب جماعة ترتكب جريمة جماعية بغطاء كاذب، يعني لأهداف سياسية، لأقصاد سياسية، لأقصاد سياحية. طيب ما الجريمة الذي ارتكبها هذا الشخص؟ الشخص هذا هو أساسا تحت مظلة وزارة الدفاع،
معناته مقاوم، معناته شخص امام العلن هو يقوم بعمل وطني ضد طرف في محط خصومه، وبالتالي هو ما يصنفش ارهابي، الارهابي يتم عمل ويتستر عنه. نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور باسم المذحجي الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. طرح الدكتور باسم نقاط كثيرة ومهمة. أستاذ محمد، كيف يمكن أن يبنى على مثل هذه النقاط لمتابعة إسقاط مثل هذه التهمة، خاصة وأن الشرعية يفترض أن يكون لها موقف أكثر حسم في هذا المجال؟ فعلا، أولا الدكتور باسم بالفعل لفت نظري إلى العديد من النقاط الجيدة من الناحية القانونية. هو تحدث عن أنها اتهامات كيدية، وهو يعني أيضا أكد ما طرحته قبل قليل ولكن بشكل أكثر تفصيلا وبطريقة قانونية. تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه القرارات لم تصدر أصلا عن هيئة قضائية، لأنها لو صدرت عن هيئة قضائية سيكون هناك سجل إجرامي، وهذا السجل الإجرامي سيكون مبني أساسا على إجراءات اتخذتها النيابة بحق هذا الشخص. النيابة تكون استندت أيضا على أدلة وجمع استدلالات من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكتب التحقيقات الفيدرالي يكون أيضا قد أعد محاضر جمع الاستدلالات، وبالتالي يكون هناك أدلة وحيثيات يستند عليها. لكن كما أشرت في أثناء الحديث إلى أن الحكومة الأمريكية أساسا هربت من الهيئات القضائية من العدالة الأمريكية إلى يعني بعض المكاتب أو الهيئات المدنية الأخرى لاتخاذ قرارات إدانة بحق الأشخاص أو اتهامات كيدية للتخلص أو للهروب من العدالة أصلا التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها. يعني أشار أيضا إلى مسألة أنه يعني لا توجد جريمة أصلا. يعني الحسن أبكر على سبيل المثال هو قائد وطني تحت ولديه مظلة وزارة الدفاع الحكومة الشرعية، وبالتالي هذه القرارات أولا تجاوز للحكومة الشرعية وانتهاك للسيادة بالفعل. يعني وكان يفترض بالحكومة الأمريكية أن تساعد اليمنيين على استعادة دولتهم المختطفة، وبالتالي تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية لضبط الأمن ولتعزيز الأمن، وحتى أيضا إذا كان هناك مواقف أساسا يعني فيها انتهاك للقانون اليمني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تضر بالسلم والأمن الدولي، يمكن يعني مناقشتها، ويمكن أيضا حتى تقديم دعاوى أمام القضاء اليمني بحق الأفراد الذين يعني يتم يعني الحصول على معلومات بشأن انتهاكهم لقواعد القانون الدولي أو قوانين المعترف بها أو المساس بالأمن والسلم. إذن على الحكومة اليمنية أولا أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعايير القانونية وهذه الأسس، وأن يكون خطابها مع الحكومة الأمريكية على هذا الأساس. يعني نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت على مدى يعني 10 سنوات وأكثر في إدانة عشرات الأشخاص الذين احتجزتهم في معتقل غوانتانامو، ثم اضطرت أخيرا لإغلاق هذا أو لتسريح هؤلاء المعتقلين، ولا يزال الوعد ساريا بإغلاق هذا المعتقل سيء الصيت، لأنها فعلا أخفقت في إدانة هؤلاء الأشخاص، واليوم تذهب إلى إلقاء الاتهامات الكيدية بحق أشخاص في أطراف الأرض يعني دون أي أدلة أو إثباتات، وإنما فقط للأسف محاولة لتعكير يعني لتعكير ولإرباك المشهد أساس المشهد السياسي والاجتماعي في هذه البلدان. أليس من المستغرب أستاذ محمد يعني ختاما أن الحكومة أوصت بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية وإلى الآن لم يتم إدراجها؟ ربما أبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي فقط يعني من، ولكن كجماعة لم تصنف كجماعة إرهابية، على العكس الحكومة الأمريكية تتعامل مع الميليشيا عبر أعلى هيئة دبلوماسية ممثلة بوزير خارجيتها يعني بشكل صادم للأعراف الدبلوماسية، وهذا أيضا تجسيد واضح لمدى الازدواجية والتخبط الكبير الذي تعيشه السياسة الأمريكية منذ سنوات حقيقة في المنطقة العربية. يعني عندما يذهب رئيس أو المسؤول الأول في الدبلوماسية الأمريكية لمقابلة مجموعة من ممثلي جماعة فاشية، إذا لم تكن ميليشيات الحوثيين
مجموعة إرهابية فلا يكاد يكون هناك إرهاب في العالم. يعني اليمنيون وكم عدد الأمريكيين الذي تم اختطافهم و يعني حتى طالت طالت انتهاكات هذه الجماعة وأعمالها القمعية وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان حتى المواطنين الأمريكيين. إذا لم تكن ميليشيات الحوثيين مجموعات إرهابية فلا أظن أن هناك إرهاب في العالم. يعني يفترض أن يكون هناك معايير واضحة للسياسة الأمريكية. يجب إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية وللسياسات والعلاقات الدولية بين الأمم. يجب أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الإزدواجية الخطيرة التي شكرا لك أستاذ محمد الأحمدي صحفي وناشط الحقوقي. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.